أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم حاكيا في القرآن الكريم دعاء نبي الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات تتحدث عن طلب من نبي الله إبراهيم الخليل ودعاء منه إلى ربه، والملاحظ في آيات القرآن الكريم أن أدعية الأنبياء والمرسلين تحتوي على أعلى المضامين، فمن المناسب للإنسان أن يلتفت إليها وإلى معانيها. حتى أنها جاءت كأوراد ويترتب عليها آثار، مثلا الذكر المعروف بالذكر اليونسي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يترتب عليه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد تحدثنا في بعض أيام الجمعة في سلسلة ثواب الأعمال عن هذا النوع من الأذكار، وكذلك في قول نبي الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه النتيجة، فوقاه الله سيئات ما مكروا. المهم أن الأدعية والأذكار التي يقولها المعصومون وفي طليعتهم المرسلون تحتوي على مضامين مهمة وكبيرة، وتعلم الإنسان ماذا يطلب من ربه وكيف يتخاطب مع خالقه، وهذا منها: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يطلب من الله ألا يخزيه في ذلك اليوم. فعلا هو موقف صعب جدا، لو أن إنسانا مو في ذاك الموقف، في هذا الموقف، في هذه الدنيا، في هذا المسجد مثلا، كشفت سيئات المتحدث للحاضرين، من الممكن أنه يتمنى لو تنشق الأرض ويكون فيها أفضل من أن يقف موقف
الخزي أمام عدد من الناس، فكيف إذا كان ذلك الخزي في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ومع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين والأقارب والأرحام وإلى غير ذلك؟ فيطلب من الله سبحانه وتعالى عدم الخزاية، مما يسبب أن الإنسان لا يخزى في ذلك اليوم، أن يأتي في ذلك اليوم إلى الله بقلب سليم. وقد أخبر القرآن الكريم أن نبي الله إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، فهم دعاء موجود وهم إخبار عن أنه قد حصل له هذا الأمر. بناء على هذا نحن نتمنى جميعا لو، بل نسأل الله سبحانه وتعالى لو رزقنا قلبا سليما، لأن ذلك من موانع الخزاية والخزي في يوم يبعثون. القلب السليم من الواضح أنه ليس المقصود منه القلب السليم من الأمراض البدنية، أن واحد مثلا يأتي إلى الله ونسبة الكوليسترول مثلا في شرايين قلبه نسبة متعادلة، أو أن صمامات قلبه صمامات مثلا تشتغل زين أو ما عليه دهون، ليس هذا هو المقصود بلا إشكال، وإن كانت هذه أيضا نعمة من النعم الإلهية أن يكون قلب الإنسان سليما بالمعنى البدني والصحي، فيعينه على القيام بمسؤولياته في حياته. هذه من النعم الإلهية اللي قد لا يلتفت الإنسان إليها. أنت وأنا عندنا أعضاء البدن كاملة وسليمة وتمكننا من العيش بشكل معقول لا نستشعرها، ولذلك قل أن يحمد الإنسان ربه على هذا. يلتفت يقول يا رب أنا أشكرك على أنك وهبت لي عينا باصرة ويدا قوية وسامعة وأذنا سامعة وقلبا يمكنني من القيام ودورة دموية وما أدري رجلين صالحتين، وعلى هذا المعدل، مع أن هذه نعم عظيمة ما يستشعر فيها إلا من يفقدها. متى يعرف الإنسان نعمة البصر؟ عندما يرى كفيفا، أو هو لا سمح الله يصير عنده فترة من الفترات مشكلة في عينه فلا يستطيع الرؤية كما ينبغي، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور. هذه كلها نعم، ولكن المقصود في الآية المباركة ليس هذا القلب بهذا المعنى، لأن أن يكون الإنسان عنده قلب سليم بهذا المعنى الصحي أو لا يكون عنده لا يؤثر تأثيرا حاسما في ذلك اليوم يوم القيامة، وإنما المقصود شيء آخر. سلامة القلب، بل السلامة في كل شيء بحسبه. سلامة عظمك لازم يكون صلب وشديد جدا، لكن سلامة جلدك ليس كذلك. إذا صار جلدك متكلس وشديد هذا معناه ليس سليما. عظمك ينبغي أن يكون شديدا وصلبا حتى يكون سليما، لكن جلدك ليس كذلك، بالعكس لازم يكون طريا ورطبا وما شابه ذلك. فسلامة كل شيء بحسبه. سلامة القلب كيف يتكلم عنها القرآن الكريم؟ بمقدار ما يتسع الوقت نشير إلى قسم من الآيات
المباركات التي تتحدث عن هذا الجانب. مما ذكر القرآن تارة في جهة سلامة القلب وأخرى في جهة مضاد السلامة، ما يضاد سلامة القلب بهذا المعنى الذي ينفع في يوم القيامة أن يكون في هذا القلب مرض، قلب مريض، قلب متورم، إما أنه لا يقبل الحق، يأبى قبول الحق. هذا القلب بهذا المعنى لا يسلم، لا يستكين إلى الحق، يعلم أن الحق في هذه الجهة ولكن لا يسلم إليه. ورأينا في كثير من الموارد أن قسما من الناس يقوم لديهم البرهان على جهة من الجهات ولكن في قلوبهم مرض، ترتاب هذه أمرتابت قلوبهم، فلا يستطيع أن يسلم لهذا الجانب. قصة ما بعد الغدير كما ورد في الأخبار، قصة الفهري عندما أوصى رسول الله وأعلن وأعلم الناس بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، فيما بعد جاء إليه أحدهم وقال له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا، وأمرتنا بالجهاد فجاهدنا، ثم لم ترضى بذلك حتى أخذت بضبع ابن عمك وجعلته وليا علينا، أمن عندك هذا أم من عند ربك؟ قال بل هو من عند الله. فقال مفروض في مثل الحالة اللي عنده قلب سليم أن يقول ما دام أنت مبلغ عن ربك فأنا أقبل ذلك، مثل ما قبلت قل هو الله أحد، مثل ما قبلت الصلاة. لكنه قيل أنه ولى وقال اللهم إن كان هذا من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. إذا فعلا هذا من عندك أن عليا هو ولي كل مؤمن ومؤمنة فأنزل علينا العذاب. قيل أنه فعلا ما مشى إلا خطوات حتى نزل عليه حجر من السماء وأهلكه. هذا القلب قلب مريض، المفروض في مثل هذا القلب بعد ما نزل إليه وجاء إليه من رسول الله أن هذا من عند الله أن يقول آمنا وسلمنا، سمعنا وأطعنا، وهذا قضية التسليم. لكنه وأمثاله لا يستطيعون ذلك فيجحدون ويكفرون. والسبب مو في نقص البرهان، السبب أن هذا القلب الذي كان ينبغي أن يسكن إلى الحق ويطمئن به هذا قلب مريض فيه دمامل، لا يستطيع أن يلامس الخضوع لله في هذا الجانب. يمكن لو شغلة ثانية ما يخالف، ولكن في هذا الموضوع هناك إحن، هناك عقد، هناك دمامل، هناك مرض يمنع هذا الإنسان من التسليم إلى هذه الفكرة وقبولها. فيعبر عنها القرآن الكريم في بعض الأحيان بوجود مرض في القلب، في بعض الأحيان يعبر عنها بالقاسية قلوبهم،
قلبه المفروض أن يكون عندما تحركه الموعظة يتحرك، عندما يذكر الله عنده يتذكر، يخاف، يخشى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا حالة القلب العادي الطبيعي غير المريض غير القاسي. لكن قد تجد من الناس من يكون قلبه قاسيا حجر بل أكثر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، حتى أشد قسوة من الحجارة. الحجر يخضع فيتفجر منه الماء، كما نلاحظ الينابيع في الجبال من وسط الجبل من وسط الحجر الصلد يتسرب الماء حتى يتحول إلى ينابيع، بينما هذا القلب لا يتسرب منه وإليه الهدى لشدة قسوته. فيحتاج الإنسان أن يراقب قلبه، هل هو من القلوب القاسية؟ هل هو من القلوب المريضة؟ هل هو من القلوب الشديدة؟ أو لا، هو من القلوب السليمة. أحياناً حتى عندنا تعبير السلامة في النفس وهي نفس النتيجة. في الرواية عندنا أن من أفضل الأدعية، وجاء في وقتها أنه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني والإخلاص في عملي واليقين في قلبي والسلامة في نفسي. نفس معنى القلب السليم، النفس السليمة تصير. من ذلك إذا صارت النفس سليمة، عندما يذكر إنسان بخير، شوف موقفك تجاه قلبك شنو. قيل لك مثلا فلان إنسان مواظب على المسجد، على الصلاة، على عمل الخير، كيف تلقيك لهذا؟ إذا في داخل نفسك تقول ما شاء الله، الله يزيده من الخير والبركة، الله يجزاه الخير، يا ليت الله سبحانه وتعالى أيضا يتفضل علي كما تفضل علي، هذا قلبك سليم. ذاك الآخر البعيد عنه، عندما يتحدث عنه بهذه الصورة، عندما يقال له عن هذا الشيء فورا يجي يقول إيه لكن هذا معاملاته مو جيدة، هذا قلب ليس بسليم، هذه نفس ليست سليمة، هذا قلب فيه دمامل. أو قد يفسرها بأنه إيه نعم، بس مو المهم هو نفس العمل، المهم الإخلاص في العمل. وهكذا أحيانا الشيطان يضحك على أمثال هؤلاء إلى درجة أنه يقول أنت لا تروح المسجد، لا تصلي الجماعة حتى لا يصير رياء، وكأن الله والمعصومين غافلون عن هذا الأمر عندما أمروا بكثرة الذهاب إلى المساجد وبالصلاة في الجماعات، ما كانوا يدرون أن هذا يمكن أن يسبب رياء، بس هو حضرته اللي يدري عن هذا الموضوع. فخلي يختبر الإنسان قلبه عندما يتحدث عن شخص بالحسنى، يستقبل هذا أو لا؟ أول ما يتبادر إلى ذهنه السوء فيه. أكو قسم لا، قلبهم أكثر سلامة، تقول له مثلا هذا إنسان متدين وكذا وكذا وإلى آخره، يقول نعم، نعم الرجل أو نعمة المرأة أكثر من هذا، عنده أعمال خير هنا وهناك،
هذا بعد قلبه في درجات عالية من السلام. وأكو إنسان آخر يمتعض يريد تخلص هالكلام، فكنا من هالهدرة حسب التعبير، أي موضوع آخر. المهم أنت لا تثني على إنسان ولا تمدح إنسانا أمامه، وكأنه إذا مدحت فلانا عنده كأنه أنت ماخذ من جيبه فلوس أو قاعد تسبه هو. لا يا أخي، أنا قاعد أمدح فلان زين، وهذا من الذكر الطيب الصالح الذي يعطيه الله لأهل للصالحين في الدنيا وفي الآخر. في الدنيا الذكر حسن، في الآخرة درجات. فإذا شاف الإنسان نفسه أنه لا يرتاح إلى ذكر آخرين بالخير، لازم يخلي علامة استفهام ويراجع قلبه، يقول له ليش أنت، ماذا يضرك إذا مدح إنسان في جهة من الجهات؟ شنو ينقصك أيها القلب؟ ماذا يؤخذ منك؟ ما الداعي لأن تجيب جهة سلبية؟ ولنفترض عنده أيضا جهة سلبية، ومن ذا الذي يخلو؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، مو معصوم. بس الآن مو وقتها، الآن احنا في صدد الحديث عن حسناته. نعم لو كان محل استشارة وإجا وقالوا لك مثلا هذا متقدم إلى بنتنا ونريد مشورتك وش تعرف عنه، ذاك الوقت لو ذكرته فعلا بما تعرف فهذا من أنحاء الذكر السيء الذي عفي عنه، وإلا يصير غيبة في الحالة العادية. لو قلت لا هذا إنسان مرائي قد ارتكبت ذنبا فورا، وقد يصبح ذلك نميمة، وقد يسوء أكثر عندما يكون شنو إيذاء لهذا المؤمن وهدما لشخصيته. بدل هذا أنت أثني عليه أحسن منه، اتبع أعماله السيئة إلا في موارد. أنت مستشار تقدر تقول يا أبا أنا أعرف عنه أشياء بس أعفوني من هذا الأمر. لا، يجوز لك أيضا إذا كنت في حالة استشارة أن تمحض ذلك الطرف النصيحة وأن تذكر له ما تعرف من دون زيادة أو نقيصة. لكن في الحالة العادية لست مضطرا أنت لكي تسيء إليه أو أن تمتعض من ذكره بالحسن. من علامات القلب السليم أنه يجد لأخيه المؤمن عذرا ما دام يمكن ذلك. قيل لإنسان أن فلان سوى كذا وكذا شيء سيء، مرة يقول الإنسان إيه توكم اكتشفتوه، إحنا صار لنا دهر وإحنا نعرف عنه وما خفي أعظم. هذا يتبين هالقلب هذا كان متوغر عليه، في دمامل، في مرض، في مشاكل، مشتعل. ومرة أخرى يقول لعل الرجل مثلا كان في وضع استثنائي، غضب لأن المرأة كانت في أيام الدورة الشهرية، وأيام الدورة الشهرية شوية الأوضاع غير طبيعية تكون عند بعض النساء. وهذا محتمل، محتمل أنه هذه المرأة على أثر تغير الهرمونات وما أدري الأوضاع الخاصة التي تحصل لها قبيل وأثناء الدورة الشهرية، ممكن أن تصير غضوبة، ممكن أن يطلع منها كلام مو زين. جد العذر قدر الإمكان، والله فلان سوى كذا وكذا، تدري بعد لعله جاي الآن من مشوار درجة الحرارة 41 في الطريق،
وصار له ساعة ساعة ونص وهو يطحن في هالأماكن هذه، زين لعل فلت من عنده بعض الأشياء، الله يعفو عنه. هذا أحسن من أن يقال أنه أنت بعدك ما شفت منه الشيء توا على أولها. هذا يتبين لا، أنت قلبك يحتاج إلى مراجعة، نفسك تجاهه ليست سليمة تماما. إيجاد العذر قدر الإمكان، التماس العذر قدر الإمكان. أكو عندنا روايات لا تظنن بأخيك سوءا وأنت تجد له في الخير محملا. أكو احتمال سوء وهو أن هذا الإنسان مخربط، أن هذا الإنسان هو غضوب، أن الإنسان هذا بلا أخلاق، هذا احتمال. وأكو احتمال آخر أنه لا، ليس الأمر هكذا، عنده ظروف خاصة، توه اليوم طلعوه من الشغل وقدامه الدنيا مكفهرة. هذا مو مبرر، ها، لا ينبغي أن يكون الإنسان خلاص أنا أجي وأدفر يمين وشمال لأنه اليوم طلعوني من الشغل، أو أن المرأة تجي وتشتر وتصفح ليش يابا لأنه أنا عندي صارت الدورة. لا، ليس هذا عذرا، ولكن أنا الذي سيقع علي الشيء من سلامة نفسي، سلامة قلبي، أن ألتمس عذرا قدر الإمكان. أكو في بعض الكلمات 70 محمل، لسه أنا ما شفتها بشكل واضح، ولكن في الكلمات هذا موجود. فأيضا موقفك في موضوع التماس الأعذار لإخوتك المؤمنين كيف يكون؟ الأمر الثالث وننهي به الحديث، القلب السليم يجعل الخطأ في حده ما يوسع. الآن فلان قال لي كلاما غير مناسب، كلام غير مناسب، الملف ما له هو ملف في الكلام، ما لا داعي أن أروح أفتح ملفات ثانية. نو هذا مو بس قال لي كلام، لا، أختي زوجته ضايقة منه الويل، وش جيب هذا إلى هذا، ما إلى ربط. فلان وقت تعاملنا وياه ما أدري في كذا وكذا ولعب علينا أو خدعنا أو كذا، خلي الخطأ في حدوده، لا تفتح ملفات جديدة. فتح الملفات الكثيرة بأدنى مناسبة يتبين أن هذا القلب ليس قلبا سليما، يتبين أن هذه النفس تحتاج إلى شنو؟ تعديل. أنت تريد تجمع عليه الأشياء، تريد تجيب كل ملفاته، لو لا تريد تعالج هذه القضية. الآن قال لك كلاما غير حسن، حدها أنه يا أبا تعالى اعتذر إلى فلان من الكلام غير الحسن، هذا حدها. أكثر من هذا، ففلان معاملة سوى كذا ويا أختي ما أدري صنع كذا قبل 10 سنين سوى كذا، هذه كلها تشير إلى أن أنت محول تلك الأمور إلى دمامل في داخل قلبك، ويا ما تصير مناسبة تنفجر. حتى الغضب، لاحظوا الغضب والبغض مع أنه مبدأ من المبادئ الدينية، زين، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، حتى هذا بحد. المشهور والمنقول أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لما برز إلى عمرو بن عبد ود وجرى ما بينهما ما جرى من اختلاف الضربات، والإمام أمير المؤمنين صرعه وجاء لكي يحتز رأسه، هنا إما قال عمرو بن عبد ود كلاما أو فعل فعلا، المؤرخون يختلفون في ذلك، فيه إهانة لأمير المؤمنين عليه السلام،
فقام أمير المؤمنين ومشى خطوات بعيدة ثم رجع إليه واحتز رأسه. فسألوه لما رجع أمير المؤمنين شنو بعد ما صرعت على الأرض مفروض تجهز عليك قمت ورحت تمشيت زين، هذا يمكن يقوم ويكر عليك من جديد، هذا مو عمل طبيعي، فلماذا فعلت ذلك؟ قيل أن أمير المؤمنين أجابهم: لما صرت في ذلك الموضع شتمني، في هذه رواية الشتم، وذكرني بسوء، أو فعل فعلا غير حسن. فدخل في نفس شيء غضب، بالتالي الإنسان يغضب، فخشيت إن قتلته في تلك الحال أن لا يكون كل ذلك لله. شوي أنا مستحمق وأقتله، ماذا 90% لله و10% لحظ نفسي، ما أريد هذا، أريد أن يكون كله لله، غضبي لله، قتلي لله، مو لحظ نفسي، مو لأن أنا غضبان منه. ويتبين هذا وين؟ لنفترض أن إنسانا من أعداء الله عز وجل، أنا أغضب، أنا أبغضه، ليش؟ لأن هذه من البراءة من أعداء الله، وبغض أعداء الله من المبادئ الدينية. لكن بمقدار ما الله يوجبه عليك. شاهد ذلك وين؟ لو مثلا أنه قال لك أن فلان عدو من أعداء الله الآن بيرجع يصير خوش آدمي، مرة تقول لا الله يلعنه، كما قال ذاك بالنسبة إلى الحر بن يزيد الرياحي، قال العنوه قبل أن يتوب، لا هذا الحر بيصير باب من أبوابي التوسل. زين، أنا أتمنى لو أن هذا العدو لله عز وجل، أتمنى لو أنه يرجع إلى الطريق الحق ويصبح من أولياء الله. أنا ما عندي مشكلة شخصية وياه، أنا عندي مشكلة لأنه عدو لله، فلو صار وليا لله حتى لو كان ذلك بدعائي له هذا شيء أحسن وأفضل. الرحمة تصل إلى هذا المقدار، فحتى البغض في الله والغضب لله هو أولا لله وبمقدار ما أوجب الله، لا بمقدار عواطفي أنا وبمقدار حنقي وحدتي عليه، وإنما بذلك المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة في الأنفس والقلوب، وأن يجعلنا وأن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة مطمئنة بقدر الله عز وجل وبذكر الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.